يعني بذكر الغنى من المواقف الطريفه اللي بتحصل في الافراح مثلا، في يعني طول ما الواحد بيشتغل مثلا بيبقى في مواقف طريفه كتير بتطلب منك طلبات في الافراح غريبه. في بقى مثلا تخش فرح تلاقي اللي هو عين نفسه رئيس مجلس اداره الفرح، لو بيبقى حد حسين فهمي في نفسه قوي كده، ولا اللي دافع. لا لا لا، هو ملوش دعوه، هو مش من اهل اللي دافع. ده دافع بقى يعني دافع دافع. لا هو مش ده، لازم تقولوا له بعد كده والله لابو العريس، لان انا سامع فيه زول جاي سامع عروسه. المفروض يقول لهم انتوا دافعين بقى، انتوا دافعين بقى. هو تلاقيه لابس بدله وحسين فهمي قوي في نفسه كده، واقف بيشرف على كل ده التفاصيل. ده في كل الافراح، هو ابن عمه مثلا او انتيمه، هو بيبقى قريب من بعيد اصلا، من بعيد بس أصلاً. هو وهب نفسه لليوم ده، هو اصلا في الحياه مش معاهم طول عمره اصلا، مش قريب يعني، مش هتلاقيه متصور معاهم اصلا، بس هو جاي ينظم اليوم. عايز يلمع النهارده بالظبط. فمره واحد منهم من الشخصيه دي يعني، بعد ما خلصت تاني او تالت اغنيه والفرح والع بقى، فراح جالي قال لي بص انت تمام، لا انت كويس، كمل زي ما انت كويس يا حبيبي، بس لو تلف شويه عند كل ترابيزه كده دقيقتين عشان بس برضو هو لا لازم. في حد كان معانا برضو قال نفس الجمله بجد؟ والله اتقال له، فما تقلقش انت مش لوحدك. والله يمكن هو نفس الشخص على فكره. لا ده كان مطرب برضو قاعد معانا. لا نفس الشخص اللي كان في هو الفرح. هو قريبهم برضو. تلاقي نفس الفرح شكله. قال لي لف بس على الترابيزات شويه بس عشان الكاميرا تجيبك. ده مدير الصاله بقى. لا هو مش ملوش علاقه بالمكان، هو جاي مع الناس. مدير طب معلش يعني، بس بصراحه هو بتعمل كده؟ لا طبعا بجد. لا طبعا مفيش مره يعني رضيته فرحت. لا لا خالص، لا انت معروفه بتطلع يا بتقف مع العريس والعروسه على الستيج، لو في ستيج او على الفيس. لا اصل كان معايا حد، كان معانا حد برضه سهران معانا، فجاله حد كده برضه في الفرح، فقال له تعال. قال له ايوه ايه الطريقه؟ قال له شايف الترابيزه اللي هناك دي؟ قال له روق عليهم. بيوصي ده محظوظ. قالت لك روق عليهم دي؟ لا لا، هو قال لي لف على الترابيزه، عايزك تلف روق على الفرح كله. عايزك تلف على الترابيزات، ترابيزه كده، تقف عند كل ترابيزه دقيقتين كده عشان التصوير. وفي الحفلات بيحصل حاجات زي دي؟ في الحفلات عادي، في ناس تحت بيطلبوا مثلا اغنيه، ده طبيعي بيطلبوا اغاني، بس انت طبعا من الدوشه بتبقى يعني ما بتقدرش تسمع، مش مركز انت. في اللي بيحدف عليك حاجات. واحد حدفني مره بحزام في وشي، هو محبه طبعا يعني، ما يقصدش. واللي بيحكي التليفون يعني هو تليفونات حلوه يعني، تليفونات حلوه. انا بدي بلمها ولا بترجع الحاجات دي؟ ملاقي حد معايا التليفونات والحاجات المهمه لمها على جنب. يعني ايه ده راح فينه؟ في العربيه. أيوة. دي بيحطها في العربيه. وفي مره مثلا فرح العروسه كانت يعني بتحبني كفنان، يعني بتقدرني كفنان كهيثم. اكيد العروسه تحبك كايه تاني؟ بالظبط. تتجوز بالظبط يعني، كان زمان ماشي بالظبط. بس العريس كان يعني كان مش حابب الفكرة. مش حابب مش حبك. هي حباك بس هو مش هو حاسس ان هي في حاجه بالظبط. فهو حاسس ان هي فرحانه قوي، فانا بسلم عليه راح مسكني من كتفي كده قال لي ما تحلوش بدل ما اكسر لك وشك. بدل ما ايه؟ بدل ما اكسر لك وشك. دي خناقه كده، انت بتتكلم بجد؟ والله. فانا اللي هو يعني ده فرح. وانا لسه وانا داخل اسلم اصلا يعني، لسه ما ابتدى يعني، بنقول يا هادي تاخد المايك اللي في ايدك ده وتروح تغني هناك، وتخلص وتتكل على الله ومبرق لي بقى، فاهم؟ انا رحت، انا رايح واقف في وسط فرقتي وغنيت وخلصت وسلام عليكم. ما حلوتش. لا ما حلوتش. كان باين من عينه في غباوه. انا اصلا مش رايح احلو يعني، انا رايح اكل عيش. انا رايح اكل عيش. رايح اشتغل بالظبط. وفي مره فرح في مدينه ثانيه خارج القاهره يعني. انت عارف بيبقى لما تروح لهم البلد بيبقى لازم الواجب والاصول والحاجات طبعًا. دي ولازم يضيفوك وبتاع بالعافيه، واجب بالعافيه لازم يتاخد. فعلى باب القاعه واحد راسه 1000 سيف، لازم اخد الحزام والساعه والكرافته بتاعته البسهم. ليه؟ هو مزاجه كده يشيكوا يعني. لا عشان يقول لاصحابه الحاجه بتاعتي. أيوة. ده بقى اللي حصل ده يعني. لا ده اللي كده ده اللي الرئيسي. لانما هو بيصيط. لا هو عايز كان جاي معوش، فديته بس الساعه. هو عايز يوجب معايا ولازم تلبسهم واتبارك بيك ومش عارف ايه وبتاع، والله العظيم لا انت عامل كده مش عارف. طب خلاص رحت واخد الحاجه لابسها وطالع بغني بعد اول اغنيه. طيب برضه عايز يا هيثم برضه. طيب الحاجه بس والنبي عشان عايز اروح قدام الناس. راح بايعك هيثم والنبي بس عشان الساعه عشان عايز اروح. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.